السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ أول 5 آيات من سورة الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قبل أن يخلقنا الله سبحانه وتعالى، هل كان لنا ذكر بين الناس؟ هل يعلم أحد بنا؟ هل يدري أحد أن هناك فلان، هذا الإنسان موجود؟ لم نكن موجودين ولم يكن لنا ذكر بين الناس إلى أن خلقنا الله سبحانه وتعالى، فأصبح لنا ذكر، أصبح لنا ذكر، عرف أننا موجودين، موجودون. الله سبحانه وتعالى له فضل وجودنا، له الفضل في وجودنا، فهو خالقنا وهو رازقنا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة، قطعة من الدم بسيطة، أمشاج. هذه القطعة من الدم والماء أصبحت عناصر مختلفة، أصبحت لحم وعظام وأوتار وعين وسمع ويد وقدم، أصبحت عناصر مختلفة. أصبح إنسان متكامل في بطن أمه، ثم أوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا طفلا، ثم يصبح شابا، ثم يصبح كهلا، ثم يصبح شاب، ثم يصبح شيخا. فالإنسان الله سبحانه وتعالى جعله متطورا من مجرد ماء إلى أن أصبح إنسان بعناصر مختلفة، بأجهزة في جسمه مختلفة. من خالق هذا الإنسان؟ هو الله سبحانه وتعالى. من أوجد هذا الإنسان ولم يكن له ذكرا من قبل؟ الله سبحانه وتعالى. فلماذا خلق الله الإنسان في هذه الأرض؟ خلقه ليبتليه، يختبره هل سيستمع وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ويكون عبدا صالحا لله سبحانه وتعالى، أم أنه سوف يتبع طريق الشيطان. نبتليه أي نختبره. فجعلناه سميعا بصيرا، جعل الله له سمعا وبصرا وعقلا يميز به الخير من الشر، ويميز به طريق الصلاح من طريق الشيطان. ثم بعد أن خلقنا الله سبحانه وتعالى هدانا السبيل، إنا هديناه السبيل، أعطانا الله سبحانه وتعالى كل ما يساعدنا في معرفة طريق الخير، أولها الرسل والقرآن الكريم والكتب السماوية. الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده وعلى رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن هداية للناس. طريقنا مكتوب في هذا القرآن، في كلام الله سبحانه وتعالى. كيف تفعل في هذه الدنيا؟ ما هو
الأوامر، ما هي الأوامر والنواهي التي في القرآن؟ هذه هي طريقنا، هذا هو الطريق الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى لنهتدي به في هذه الدنيا، ونسعى وفقا لما فيه. فالإنسان بعد أن أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الهداية مخير بين أن يسلك طريق الخير أو أن يسلك طريق الشيطان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من سلك طريق الخير وطريق القرآن فهو شاكر لنعمة الله على وجوده، شاكر لنعمة الله على أن أهداه هذه الهداية، وإما كفورا، كفر بنعمة الله وصد عن الطريق الصحيح واتبع طريق الشيطان فإنه كفور. الله سبحانه وتعالى بعد أن هدانا وجعل لنا الاختيار في أن نسلك أيما طريق شئنا، أعطانا الخيارات ووصف لنا نهاية كل طريق، نهاية طريق الشاكرين ونهاية طريق الكافرين. ما هي نهاية طريق الكافرين؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الله سبحانه وتعالى وصف نهاية الكافرين في جهنم مقيدين بالسلاسل والأغلال، الأغلال اللي هي الأصفاد أو الكلبشات، لو احنا بنتكلم باللغة العامية الكلبشات، مقيد بيده من يده ومقيد من رجله ومقيد بالسلاسل من كل ناحية، ويلقى به في نار جهنم والعياذ بالله. أما الأبرار الشاكرين لنعمة الله سبحانه وتعالى، الأبرار الذين اتبعوا القرآن الكريم واتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، منعمين في الجنة، يشربون من أكواب طعمها كطعم الكافور، مذاقها كمذاق الكافور، والكافور نبات رائحته جميلة جدا، من أغلى وأجود أنواع العطور الكافور. فنعيم أهل الجنة ليس له مثيل، نعيم مقيم خالد أبدي. الآن سوف نستعرض مع بإذن الله الحديث الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على الخير، على انتشار الخير بين الناس. فمن يزرع زرعة وتكبر هذه الزرعة فتأكل منها الطيور أو يأكل منها أي إنسان عابر سبيل أو إنسان مقيم في هذه البلدة أيا كان هذا الإنسان يعرفه أو لا يعرفه، أو بهيمة. والبهائم هي إيه؟ الحيوانات التي يربيها الإنسان مثل البقر، الغنم، الماعز وغيرها، إلا كان له به صدقة. إذا أكل من هذه الزرعة الذي زرعتها إنسان أو طير أو بهيمة، فكان لك بهذا الإطعام صدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على انتشار الخير عامة وليس الزراعة فقط. إذا زرعت زرعة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أنك سوف تجنيها بأجر الصدقة. مثل إذا كنت بين أصدقائك وفعلت فعلا حسنا
ثابتة وتأسى ثابتة وفعل مثلك أصدقائك، فقد أخذت أجرهم كما أخذت أجر النصيحة والأمر بالمعروف، فأنت زرعت فيهم وغرست فيهم عادة حسنة. يعني لو كنت بين صحابك وقعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، أو الأذان أذن وقعدت تردد الأذان، وأصحابك لقوك بتعمل زي بتعمل كده وعملوا زيك، خدت أجرهم وأجر إيه؟ وأجر ترديدك للأذان وأجر الأمر بالمعروف، إن تعلمتهم حاجة كويسة، غرست جواهم فكرة كويسة، غرست جواهم إزاي يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. لو حد من صحابك شافك مثلا بتبر أمك وبتساعدها وبتعمل معاها أعمال البيت، فاقتدى بك وعمل مثل عملك وساعد والدته في شغل البيت، أخذت أنت كمان ثواب صدقة إيه؟ إنك علمت وغرست جواه غرسة طيبة، غرست جواه غرسة طيبة. طيب أنا لو زرعت زرعة وحطيتها مثلا على سور البلكونة بتاعتي، جاء طير وكل منها، أنا كده خدت إيه؟ ثواب إطعام طعام، صدقة إطعام الطعام. لو مثلا كان عندي أكل فائض مني وأنا مش محتاجه، حطيته بشكل منمق كده، حطيته بشكل كويس واديته لحد محتاج ياكله، أنا كده إيه؟ خدت صدقة إطعام طعام. فكل عمل بعمله والناس بتقتدي بيا فيه، أنا كده غرست جواهم غرسة كويسة، كانت ليا إيه؟ صدقة. وكل حد هيتعلمها منه فتاخد انت اجر ايه؟ الصدقة بتاعتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن قد وصلنا لنهاية الحلقة اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.